تمام. دلوقتي اول حاجه في المحاضره خدتوها حاجه اسمها الانهيرتنس، تمام. الانهيرتنس معناها دلوقتي مثلا انا كبيرسون معلوماتي ايه؟ عندي مثلا نيم ومثلا اي دي نمبر نمبر وايج، تمام كده. جيت انا كشخص عادي دلوقتي معلوماتي دي اللي موجوده، جيت رحت دلوقتي الجامعه وبقيت ستودنت في الجامعه، فالستودنت في الجامعه عنده ايه الاتريبيوت بتاعته؟ ها يا شباب، نيم واي وايدي دي، تمام، وايج برضه، واي دي وايج وجي بي اي وبقيه الحاجات، تمام. فقال لك الفكره الانهيرتنس ان انت دلوقتي بدل ما كل كلاس اعرف له نيم واي دي وايج كده وبعد كده اروح للكلاس اللي بعديه، فكره الانهيرتنس ان هو الستودنت ده بيتعامل معامله البيرسون فبياخد الاتريبيوت بتاعته والميثودز وبعد كده بيزيد عليه اتريبيوتس بقى على حسب هو عايز يعمل ايه بالظبط. او مثلا دلوقتي انيمال، الانيمال ليه خصائص معينه كانيمال، مثلا ثدييات مثلا او كده، يبقى ليه خصائص معينه وبيضيف عليها على حسب نوع الانيمال ده. هي دي كلها فكره الانهيرتنس، تمام. كنا اتكلمنا قبل كده عن حاجه اسمها الاكسس موديفاير، تمام. كنا قلنا البابليك والبرايفت، تمام. البابليك كانت ايه والبرايفت كانت ايه؟ يا شباب شباب تمام. البابليك كانت ان الكلاس ده اللي احنا عملناه نقدر نعمل له اكسس من اي حته، من اي حته، الكلاس او الفاريبل من اي حته بره الكلاس بره الباكج، الكلام ده كله. بعد كده خدنا البرايفت ان هو الفاريبل نفسه كمثلا النيم او ايج لما كنا بنعمل يبقى اكسس جوه الكلاس نفسه، بس جوه الكلاس انسايد كلاس، تمام. هناخد حاجه جديده اسمها البروتكتد. البروتكتد دي معناها ان هو اكسس في الكلاس نفسه، الكلاس نفسه والكلاس اللي بيعمل انهيرت منه، تمام كده. وبعد كده في الديفولت اللي هي مفيش اكسس موديفاير اصلا، دي اللي هي بتبقى اكسس في الباكج بس، تمام. دلوقتي هنبتدي كده في الاكتيفيتي. قبل ما يفتح بس ثواني. دلوقتي عندنا الكلاسز كلها اللي احنا كنا بنعملها البيرنت بتاعها اسمه اوبجكت، تمام. كلاس اوبجكت ده هو البيرنت بتاع اي كلاس بيتعمل، سواء اليوزر عامله او من الكلاسز مثلا زي بتاعت الاري ليست، الحاجات اللي هي معموله في الجافا، تمام. الانهيرتنس في حاجه اسمها الاوفر رايد، الاوفر رايد معناها ان انا باخد الميثود مثلا عندي مثلا كان كلاس اسمه تريانجل مثلا،
تعالى نعمله كده ماشي، نعمل new class نعمل مثلا كلاس اسمه شيب ماشي، تمام الشيب في مثلا الويدث والهايت اللينث ويدث بعد كده الانت هاي ونعمل ال موديل كونستراكتور بتاعه نفس الكلام زي ما كنا بنعمل قبل كده، نعمل الجيتر والسيتر جيتر للشيب وبعد كده سيتر ليه برضو بعد كده هنعمل ميثود تكالكوليت الاري مثلا هنا هيعمل الويدث في الهايت تايم هايت تمام ده للشيب نفسه بنتكلم دلوقتي عن الانهيرتنس تمام؟ ان انا عندي كلاس بيبقى ليه عنده نفس الخصائص مثلا بيرسون عنده النيم والاي دي والايج لما يجي مثلا يخش المدرسه يبقى ستودنت عنده ايج وجي بي اي ونفس الكلام اللي هو عند البيرسون اصلا فهي دي فكره الانهيرتنس ان واحد بيبقى عنده اتريبيوتس معينه السب كلاس بيبقى عنده نفس الاتريبيوتس دي تمام؟ دي فكره الانهيرتنس تمام فكنا عملنا هنا كلاس شيب ليه مثلا الويدث والهايت والكلام ده والكونستراكتور بتاعه والجيتر والستر بتاعه تمام والكالك اري هنعمل كلاس تاني كلاس كده مثلا وليكن مثلا تراينج لو عايز اعمل لما عايز اعمل انهيرتنس بعمل اكستنس والكلاس اللي انا عايز انهيرت منه اللي هو الشيء تمام شايفين بينهيرت منه يبقى ياخد نفس الكونستراكتور بتاعه الويدث والهايت بتوع اللي فوق تمام لو انا هنا عامل زيرو ارجيومنت كونستراكتور وانا عملت زيرو هنا كده يبقى عادي مش شرط تمام لو جيت عملت كده عادي تمام دلوقتي التراينجل ده ليه الويدث والهايت بتوع الشيب نفسه هنيجي مثلا نعمل هنا الاي يا ربي مثلا بيز لاين دكتور هو الهدف من الكود انا عاوز اعمل ايه؟ الايه؟ الهدف من الكود انا عاوز اعمل ايه او بحسب ايه؟ انا دلوقتي عندي ككلاس كشيب انا باخد الخصائص بتاعته وممكن اغير فيها على حسب
الحاجة اللي أنا عايزها. تمام؟ يعني انا بلعب في اللينس والهايتس بتوع الشيب. بالظبط، كل شيب هيبقى ليه اريا لوحده، صح؟ تمام. بس فلما اجي اعمل كده، لما اجي اروح منادي بقى الكالك اريا دلوقتي اهو، بيقول لك ان انا عملت ايه؟ اكستند، بتقول ان الكلاس ده اللي هو اسمه تريانجل عنده نفس الاتريبيوتس بتاع الكلاس شيب وبيزيد عليها حاجات. تمام؟ دلوقتي دي كالك اريا، على حسب بقى كل حاجه انا عملتها، كل شيب انا هعمله ده تريانجل، في ريكتانجل، كل واحد ليه اريا معينه. فهي دي فكره الاوفر رايد، ان انا عندي نفس الميثود. تمام؟ اوفر رايد نفس الميثود سين نيم، بس ال اسمه ده الاستخدام بتاعها مختلف. تمام؟ دي فكره الاوفر رايد. هنيجي دلوقتي نبدا في الاكتيفيتي. عايز الاتريبيوت دي، يلا نبدا كده نعملها. هو قال لك اعمل كلاس اسمه روبوت، نيو جافا كلاس اسمه روبوت. ده الكلام اللي كنا بنعمله زي المرات اللي فاتت بالظبط. جافا كلاس فيها الاكس والواي، اكس ان واي، بعد كده الزيرو ارجيومنت كونستراكتور بابليك، كلاس كونستراكتور بيبقى نفس اسم الكلاس روبوت، ده الزيرو اهو. تمام؟ وبعد كده تو ارجيومنت كونستراكتور بابليك روبوت، تمام، هياخد الانت اكس والانت واي وهيساويهم ما دام نفس الاسم زي ما قلنا بذيس، ذيس دوت اكس بتساوي الاكس، بعد كده ذيس دوت واي بتساوي الواي عشان هما نفس الاسم. وبعد كده قال لنا الجيتر والسيتر بتوعه، عايزين نعمل الجيت public int get x تاخدش حاجة كده return قيمة ال x نفسها. ايه؟ انا ال get ما بتاخدش قيم، set هي اللي بتاخد قيم. دي كده get x
الجيت انا باخد يبقى عايز قيمه، بعمل سيت يبقى مش هرجع قيمه ليه. تمام public int برضو اخليها void الاكس لوحدها اهو جيت واي مش هتاخد حاجه، هتبقى تعمل ريتيرن للواي. كده حسيت الاكس اصلا انت ريتيرن الواي كده الجيتر، بعد كده السيت بتاعتي public void set x تاخد الانتجر اللي هعمل بيه set int x، بعد كده بتعمل ال x this dot x this dot x تساوي ال x، نفس الكلام نعمل واحدة كمان لل y. ده اللي طلبه لحد دلوقتي، ده الكلام اللي اشتغلناه. انا عايزين بقى ميثود اللي طالبينها دي كلها، اعملها دلوقتي. ثواني دلوقتي نبدا دلوقتي اللي هنعمل موف نورث. الميثود بتاعتنا هتزود الواي بواحد اهو public void move north ما تاخدش حاجه، هتزود قيمه الواي بواحد. ممكن نعملها ازاي؟ ممكن يا يعني نعملها الاكس بتساوي بلس ايكوال 1 دي كده عادي، او ننادي الميثود جواها. ما انا عندي ميثود بتعمل ست صح؟ اروح منادي ميثود اللي هي الست اكس بالقيمة اللي هتجيلي من الاكس نفسها من الجيت اكس وازود عليها واحد. تمام، ده دي الحتة اللي كنت بتكلم فيها موف نورث. وبعد كده نعمل موف ساوث ساوث، هنغير قيمة الواي معلش هنا واي تمام ماينس 1، وبعد كده الايست والويست. هنا بلس 1 عشان ازود قيمة الاكس، وهنا ويست. هقلل قيمة الاكس تمام. كده عملنا الاربع ميثود. بعد كده نعمل موف 2 كده، تاخد الانت اكس والانت واي. ممكن ننادي الميثودز بقى بتاعتها سيت الاكس وسيت الواي وقيمة الواي. تمام كده دول الأربعة ميثود اللي هو كان عايزه يحرك الاكس والواي في الاتجاهات اللي هو عايزها. تمام دلوقتي احنا كنا قلنا هنا ان اي كلاس بيعمل انهيرت من الكلاس اوبجكت ده من الجافا هي بتعمله، اي كلاس حتى لو ملوش بير. تمام فاحنا دلوقتي عايزين نعمل ميثود اسمها تو سترينج. تو سترينج دي ميثود موجوده جوه الاوبجكت كلاس
لما انا مثلا لو كنت فاكرين لما كنت باجي اروح اعمل كده بروح اعمل كده اهو اري مثلا اري كده int x equal مثلا 5 7 5 6 7 كده تمام. كنت بعمل الاري كده وكنت باجي بعمل عايز اطبع الاري كنت عايز اطبع قيمه الاري نفسه حلو. تمام كان بيطبع لي كده الرف المكان بتاع الاري ده جوه الميمري. فهي هو هنا استخدم تو سترينج. تمام تو سترينج دي ميثود موجوده في جوه الاوبجكت احنا هناخدها نعملها اوفررايد. اوفررايد يعني ايه؟ يعني نغير بدل ما هي تطبع لي الريفرنس كده تطبع الاوبجكت بطريقه كويسه. تمام جاي عامل كده هنا في الكلاس بتاعنا اهي public بعمل اوفررايد بنفس الريتيرن تايب بنفس الاتريبيوت بنفس اسمه ده الفاريبلز بنفس الاسم كل حاجه بس بتعمل حاجه مختلفه او public string to string. تمام دي الميثود الموجوده في الاوبجكت كلاس. تمام كده كده الميثود اهي واجي من هنا اعمل اوفررايد اد اوفررايد نوتيشن دي معناها ان هي الميثود دي موجوده في الاوبجكت كلاس هغير الطريقه اللي هي بتشتغل بيها. اروح اعمل بقى الطريقه بتاعتها انا عايز اعملها بطريقه ايه؟ قال لك اهو قال لك عايز بالفورمات ده الاكس كذا والواي بكذا. تمام حاجه اروح مساوي الاكس اهو دي اعمل ريتيرن عشان انا عايز هنا سترينج كده اهو الاكس وقيمه الاكس كده اكس وبعد كده زائد قيمة ال y y وقيمة ال y نفسها. ده كده معنى ال override. override دلوقتي الميثود دي لما انا كنت بستخدمها هنا في ال array كان بتطبع لك ايه؟ بتطبع لك reference. حلو؟ ريفرنس بمكانها جوه الميموري. احنا عايزين نطبع الاوبجكت ده بطريقه احسن عشان تقول لليوزر مثلا ان الاكس قيمته كذا والواي قيمته كذا بطريقه حلوه. فهي دي فكره الاوفررايد ان انا اخدت الميثود دي من الكلاس اللي هو اسمه اوبجكت اللي هو الكلاس بتاعي اصلا بيعمل انهيرت منه. تمام؟ وغيرت الطريقه اللي هي بتشتغل بيها. زي مثلا ايه؟ زي مثلا لو انا في بنك العملاء كلهم بيقدروا يسحبوا مبلغ معين في نفس الوقت مثلا من كريدت مثلا ينفع؟ لا العملاء كلهم على حسب اختلافهم يعني مثلا في واحد بيبقى الحد بتاعه 10,000 في حد بيبقى الحد بتاعه 20,000 تمام؟ فهي دي الفكره، الفكره ان انا كعميل عملت ميثود اسمها مثلا ويدرو ان انا اسحب فلوس وبعد كده غيرت بقى على حسب نوع العميل نفسه، نوع العميل نفسه اللي هو الشايلد بتاع البيرنت كلاس اللي هو الكاستمر نفسه. باخده بغير له الطريقه اللي هو بيشتغل بيها. هي دي الفكره. دي كده غيرت له الطريقه اللي هو بيشتغل بيها. تمام بعد كده بيقول لي اعمل التيست بتاع الكلاس اللي احنا عملناه فوق عاملين تيست لقيمه اول واحد تي 2
الاكس بخمسة والواي باتنين. هروح هو جاي اهو هنا نعملها في نفس الكلاس يعني. او لو عايزين نعمل كلاس تيست مثلا او كليك مين نيو كلاس اسمه تيست تمام. والمين بتاعتي مين هعمل اوبجكت من كلاس روبوت اسمه تيتو يساوي نيو روبوت ياخد قيمة الاكس كانت بخمسة والواي كانت باتنين. الاكس بخمسة والواي باتنين تمام. بعد كده واحد تاني اسمه ديتو بس عرفه لي بالزيرو ارجمنت كونستراكتور. وبعد كده استخدم الستر بان انت تحط القيم كده اهو. روبوت تاني اسمه ديتو بياخد القيم بتاعته ديتو دوت ست اكس قيمة الاكس بتاعته كانت بكام؟ كانت بتلاتة والواي بعشرة. ست الواي بتاعته بعشرة. اه هو هي دي الانهيرتنس بس احنا لسه هنا ما عملناش انهيرتنس خالص. ما يقدرش من حد غيره هو كلاس واحد بس يقدر ينهيرت منه. بالظبط زي كده الاب الاب واحد يبقى الاب واحد بس ليه عيال كتير. هي نفس الفكره. المهم عملنا ست لقيمه الاكس ب 3 ولقيمه الواي ب 10 وبعد كده انفوك تو سترينج تمام. تي 2 نعمل البرنت بتاعتنا تي 2 دوت تو سترينج تمام. وبعد كده دي تمام كده جاب لي قيمة الاكس بقت خمسة في أول أوبجكت والواي باتنين وبعد كده هنا قيمة الاكس ثلاثة والواي بزيرو. يبقى كده في غلطة هنا في سيت الواي. ايه؟ هو قال لك اعمل كلاس تيست بس مش عشان حاجة معينة يعني. اه كنت تقدر تشتغل على كلاس ده عادي مفيش حاجه تمام. دلوقتي اهو القيم اهو قيمه الاكس اهي خمسه والواي باتنين وبعد كده الاكس بثلاثه والواي ب 10. دلوقتي عايزين نشوف بقى التو سترينج اصلا الاصليه كانت بتعمل ايه. حلو هنروح جايين هنا ماسحين تو سترينج ناخدها كده كوبي ونمسحها. حلو وجيت نستخدم هنا التو سترينج بقى بتاعت مين؟ بتاعت الاوبجكت كلاس اللي هو البيرنت بتاع كل الكلاسز اللي بتتعمل في الجافا تمام؟ بتطبع الريفرنس بتاع الحاجه نفسها. احنا خدنا الميثود نفسها وعدلنا عليها بحيث ان هي تعمل حاجه معينه انا عايز اعملها، حاجه مختلفه ليا بالنسبه لنا تمام؟ هنروح مرجعينها تاني كده هي هتطبع لنا القيم. ماشي بيقول لك دلوقتي ايه الممبرز بتاعت الكلاس
روبوت. الاتريبيوتس والميثودز الموجودين عندنا هما ايه؟ الاتريبيوتس اللي هو الفاريبلز. اه روبوت، احنا ما عندناش حاجه للروبوت دلوقتي. تمام، يبقى الاكس والواي الاتريبيوتس والميثودز. لا الميثودز الموجوده قولي لي عليها اللي هي اهي دي كلها الميثودز الموجوده. تمام، دي الميثودز اللي موجوده جوه الكلاس صح. انا عندي تو ستريم، عندي موف تو، عندي موف ايست، عندي موف ويست، موف ساوث، موف نورث. تمام، اكنه بيقول لك اعمل لي اسمه ده الكلاس دايجرام. هي دي معنى بيقول لك عايز الممبرز والميثودز الموجوده. يعني لما نكتب هذا السؤال اسوي له الدايجرام. اه عايز اسوي الكلاس دايجرام براحتك، عايز تكتبهم كده. يعد عدد الاوبجكت اللي اتعملت من الكلاس ده. أيوة. تمام، دلوقتي اه كنا خدنا قبل كده حاجه اسمها ستاتيك. حلو، دلوقتي الاستاتيك دي معناها ان هو فاريبل هيبقى موجود لكل الاوبجكتس اللي موجوده جوه الكلاس. تمام، وليكن مثلا عايزين نشوف هنا في الروبوت مثلا دلوقتي اهو ستاتيك انت سي مثلا الكاونتر بتاعه اسمه. تمام، دي معناها ايه؟ معناها ان الفاريبل ده هيبقى شيرد على كل الكلاس، على كل الاوبجكتس الموجوده صح. ما هو البابليك قبليها، البابليك دي لوحدها شيرد، قصدي كل الكلاسز، كل قصدي الاوبجكتس هيبقى ليها نفس القيمه دي. هغيرها ازاي؟ دلوقتي ايه اللي بيقول لي ان انا عملت اوبجكت؟ نيو روبوت. الروبوت دي اللي هي ايه؟ اللي هي الكونستراكتور. الحته دي كده اللي هي الكونستراكتور. هروح جاي هزود قيمتها لما اجي جوه الكونستراكتور، هروح عامل اهو انت اللي هي السي بلس بلس. كده كل لما اعمل اوبجكت من ده هزود قيمه السي بس كده. وبالنسبه كمان لو في زيرو كونستراكتور اعمل نفس الكلام سي بلس بلس. هو مثل يعني نحطها مثلا بس لا، هي لازم تبقى ستاتيك علشان قيمتها ما تتغيرش. بالظبط. اه عشان لو انت عملتي بالزيرو يحسب، ولو عملت بالتو ارجن كونستراكتور يحسب. تمام، انا عايز اسوي مثلا بالزيرو تبقى شيلد على كل الكلاس. تمام، ده اول حاجه. بعد كده تمام، عايز يعمل كلاس اسمه ماجيك روبوت بي انهرت من كلاس اللي هو اسمه روبوت. هنروح عاملين اهو نيو كلاس اسمه ماجيك روبوت، نوع من الروبوت اسمه ماجيك روبوت. تمام، بي انهرت منه يعني ايه؟ يعني بياخد نفس القيم بتاعت الاكس والواي بتاعته ونفس الميثودز اللي موجوده عنده. تمام، دلوقتي بعمل انهرت ازاي؟ اكستنس للكلاس روبوت نفسه. تمام كده، دلوقتي اكستند دي كده انا معايا كل القيم، معايا كل الفاريبلز ومعايا كل الحاجه اللي موجوده عندي. تمام، في حاجه هنا دلوقتي لما بنادي الكلاس اللي هو الفوق ده
اللي هو الرو الكلاس البيرنت بنى دي بسوبر. دلوقتي انا عايز اعمل كونستراكتور عايز ايه؟ بيقول لك دلوقتي انا عايز one private instance variable اسمه visible. private boolean visible. تمام. عايز انا دلوقتي اعمل 3 argument constructor. انا ما عنديش الا variable واحد عايز اعمل منه 3 argument constructor. جاي اعمل كده public public ماجيك روبوت تمام. عندي دلوقتي انت اكس وانت واي وبوليان فيزيبل. دلوقتي انا عايز اخد قيمه الاكس والواي اساويهم بس في الكونستراكتور لوحده. يعني ماجيك روبوت ده هيشتغل بقيم من اسمه ده البيرنت اللي هي هتجيله من هنا ويزود عليها قيمه البوليان اللي اسمه فيزيبل. بعمل حاجه اسمها سوبر. سوبر دي انا هنا زي كده ذيس كنت بنادي على نفس الكلاس. سوبر بنادي على البيرنت كلاس اللي هو روبوت. بنادي على parent class واساوي له قيمه الاكس بقيمه الاكس وقيمه الواي بقيمه الواي. تمام كده انا ناديت الكلاس اللي فوق بقيمه اللي هي الاكس والواي الكونستراكتور بتاعه وزودت عليها this dot visible. دلوقتي انا عايز عندي ماجيك روبوت ماشي بي اكستند من الروبوت. يعني عنده ايه؟ عنده الاكس والواي بتوع تمام. وانا دلوقتي عندي فاريبل اسمه فيزيبل. انا عايز احط الثلاث قيم دول يتعرفوا بالشايلد كلاس بس. بروح اعمل ايه؟ بروح جاي هنا كده عندي الروبوت كان فيه ايه؟ كان في ده الكونستراكتور كان بيجيب قيمه الاكس والواي صح. انا بدل ما انت تكتب روبوت كذا كنت بنادي الكونستراكتور ده بسوبر. يقول لي نادي لي الكونستراكتور اللي هو في الروبوت اللي هو بياخد قيمتين ساويهم بالقيمتين اللي عندي اللي هم دول اهو الاكس والواي وبعد كده ده لوحده ساوي القيمه بتاعته. مفهومة كده تمام؟ لا اكستند كده كلاس عادي. نكمل كده يا شباب. نعمل بقى الميثود اللي اسمها make visible وهنا الكونستراكتور بتاعنا اللي هو الزيرو argument constructor. تمام public void make visible هتغير قيمة ال visible هتسويها بترو واحدة تانية make invisible
تعمل لي قيمة فولس. بعد كده بيقول لي دلوقتي انا عايز ميثود اسمها is visible بترجع لي قيمة ال variable اللي هو اسمه visible ده بسترينج معين عشان يفهم ان هو ده visible ولا public string is visible. هتشوف لي لو ال is visible لو ال visible نفسها true تروح منرجع لي string بيقول ان هي visible. كده else تعمل لي return invisible. تمام كده هذه دي الميثود اللي اسمها is visible تاخد القيمتين. الاثنين واحد if لو حطيت ال variable كده على لوحده دي معناها ان true ان هي true. تمام لو true يعمل لي visible else ان هي مش true هيعمل لها invisible. عايزه تعمليها كده عايزه تعمليها equal equal true الاثنين واحد. تمام بعد كده بيقول لي override the two string. تمام دلوقتي هو هنا في الكلاس ده كده ده عندنا كلاس اسمه ماجيك روبوت ام روبوت وعندنا كلاس فوي اسمه روبوت. تمام ده كلاس اهو اسمه روبوت ده بيعمل له بيعمل كده انهيرتنس من كلاس اسمه ماجيك روبوت بيعمل انهيرتنس من روبوت والروبوت ده بيعمل انهيرتنس من الاوبجكت. تمام دلوقتي لما اجي انا استخدم تو سترينج لما هو هنا بيقول لي انا عايز ميثود تو سترينج هو هيشوف مين ايه اللي في روبوت. هو بيشوف اول حاجه الليفل اللي فوقيه لقاها موجوده تمام ما لقاهاش يبقى بيستخدم اللي فوق. أو. هو كده كده انهيرت من اوبجكت يعني اصلا هي على اوبجكت ايه؟ انه يعني اوليه قلنا ان الكلاس الواحد يقدر يوصل كلاس واحد بس تمام هو شايفه يعني هو شايفه من خلال البيرنت بتاعه أيوة. عشان هو جده الحين انا ماجيك روبوت هذا حقي يديهم اثنين اوبجكت لا ما بينهيرش الا من روبوت بس انهيرت من روبوت وروبوت بينهيرت من اوبجكت. تمام كده؟ تمام. فدلوقتي هو عايزينه يشوف التو سترينج عندنا دلوقتي الثلاث قيم دي يعملوها كده التو سترينج دي. التو سترينج كنا زي اللي عاملينها فوق هنا دي عشان لو عايزين تعملوا زيها. بتعمل بالشكل ده. I got to string and a public string to string ما تاخدش حاجه تعمل string من عندي. عايزه تعمل اسمه ده ريبريزنتيشن بالشكل ده الاكس بتساوي قيمتها كذا والواي بكذا وهي فيزبل او لا. معلش
معلش كان نقول تاني بس هنقول بس تاني حته بتاعه تو سترينج عشان ما كناش شرحناها. تو سترينج دلوقتي سوبر دوت يبقى انا استخدمت الميثود اللي هي تو سترينج اللي موجوده في الروبوت اللي هي بتعمل كده بتطبع لي الاكس كده بالطريقه دي وزودت عليها القيمه اللي عندي دي. وبعدين احنا كنا في المين عملنا اوبجكت من كلاس ماجيك روبوت اسمه ميدو وعملنا طبعا التو سترينج بتاعته. بعد كده عايزين نحط قيم الاكس والواي. الواي كان بكام؟ الواي كانت بخمسة. تمام. وبعد كده نعمل تو سترينج بتاعته. ميدو دوت تو سترينج. غيرت قيمة الـ X والـ Y ليها make ميدو visible. راح مغير ال ميدو دوت make visible ميدو دوت make visible. انا دي القيمه بتاعتي. تمام. ونطبع القيمه. ميدو dot to string كده ميدو بقت visible. ماشي. دلوقتي جاي يسألنا سؤال، ينفع اعمل الحاجات دي ولا ما ينفعش وليه؟ تمام. جربوها كده. هو عايزني اعملها؟ اه اعمليها. ايه؟ لا عندنا. ماشي. بيقول لك الكلاس الاوبجكت اللي اسمه ميدو دلوقتي ينفع اعمل عليه موف تو. موف تو دي كانت فين؟ كانت في الروبوت. ينفع استخدمها؟ ينفع استخدمها. تمام. ليه؟ علشان هو ده السب كلاس شايف كل الميثودز اللي موجوده في البيرنت كلاس. تمام. دي اول واحده. ثاني واحده ينفع اعمل t2 دوت ميك فيزبل. t2 دي كانت ايه؟ كانت روبوت. كانت روبوت مش ماجيك. اهي لما عملناها كنا عملناها هنا دي كانت روبوت مش ماجيك روبوت. فدي ميك فيزبل دي هينفع اعملها ولا لا؟ جربوها على الكومبايلر. اعمل كده t2 دوت ميك فيزبل. مش راضية صح؟ مش راضية ليه؟ دلوقتي الحتة دي الماجيك روبوت شايف كل اللي جوه الروبوت. حلو؟ لكن الروبوت مش شايف جو كل اللي موجود في الماجيك روبوت. زي ايه؟ زي دلوقتي انا عندي في المثال بتاع الانيمال مثلا. انيمال ومثلا مونكي القرد. تمام. كل قرد في الاخر هو حيوان. تمام.
بس مش كل الحيوانات قرود. حلو؟ فاللي بيشوف بس السب كلاس بيشوف كل الحاجات اللي موجوده في البيرنت كلاس، تمام؟ مش العكس، هو بيشوف اللي فوقيه ما بيشوفش اللي تحتيه. فعشان كده لما جيت انا هنا، لو جيت اهو تيتو دوت ميك فيزيبل اهي، هيقول لي ايرور لان هي لان هو مش شايفها. يقول لي ايه الميثود اللي انت مناديني بيها دي؟ ده مش انا، تمام؟ هي دي الفكره، ان مين بيشوف مين. ونفس الكلام في الميك انفيزبل، ده روبوت عادي. ديتو ده كان في روبوت، احنا ما عملناش في الماجيك روبوت الا ميدو بس، تمام؟ بيقول لك بقى دي احنا حليناها فوق، الكلاس ممبرز، الممبرز اوف كلاس روبوت، احنا قلنا الفاريبلز والاتريبيوتس بتاعته، تمام؟ الماجيك روبوت بقى ايه الفاريبلز والاتريبيوتس بتاعته؟ الفاريبلز والاتريبيوت تاخد لفوق، تاخد لفوق كله بقى. لما تيجي انت كده، لما تيجي في الماجيك روبوت كده، لما نيجي مثلا عايزين نضيف كونستراكتور، الت انسرت، تمام؟ كنت بتلاقي هنا فتح لك صفحتين، فهو شايف الكونستراكتور بتاعه اللي ابو فاريبل واحد، وشايف الكونستراكتور بتاعه ابو اثنين فاريبل هنا، تمام؟ بالنسبه للكلام نفس الكلام للستر والجيتر، الجيتر مثلا او للماجيك روبوت وللروبوت قيمه السي اللي هو كان حاطه، تمام؟ فدلوقتي الممبرز بتاعت الكلاس ماجيك روبوت، نبدأ كده نشوف الكلاس كنا عاملينه ازاي. اول حاجه عندنا اهو ده الثري ارجيومنت كونستراكتور، وبعد كده الكونستراكتور بتاع الروبوت هو شايفه ابو اثنين فاريبل، وبعد كده زيرو ارجيومنت كونستراكتور، وبعد كده ميك فيزيبل، وبعد كده ميك انفيزيبل، وبعد كده تو سترينج بتاعته، تمام؟ التو سترينج بتاعته ماشي. وشايف ايه كمان؟ شايف اللي هنا الاكس والواي والروبوت والروبوت ده وده 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 واي ميثود موجوده جوه دي الممبرز بتاعت الكلاس، وشايف كل اللي موجود فوق. اه تقولي له ان في ميثود كذا وميثود كذا وميثود كذا، بس مش بالامبلمنتيشن بتاعها، لا ميثود بس اسمها كذا، اه بالاسم بس. عايزه تعملي الكلاس ديجرام على بقى اسهل، تمام؟ بعد كده بيقول لك تو سترينج، دي تعتبر اوفرلودنج ولا اوفر رايدنج؟ تمام، اوفر رايد. ليه؟ علشان هي نفس الميثود بس الاستخدام بتاعها مختلف. اه بالظبط كده. يعني دلوقتي الاوفرلودنج اهو، ان انا عندي مثلا انا اعرفها دلوقتي هتيجي قدامنا. دلوقتي انا عندي مثلا موف ساوث، حلو؟ كانت عندي ما بتاخدش قيم، حلو؟ دي الميثود اللي انا كنت عاملها في الاول، احنا عملناها كلنا، تمام؟ دلوقتي قال لك لا انا عايز ميثود ثانيه مثلا، بتروح بتعمل موف ساوث، بس بقيمه معينه جايه لها، تمام؟ مثلا قيمه انت اكس، تمام؟ هو ده الاوفرلودنج. الاوفرلودنج ان انا نفس الميثود بنفس الريتيرن تايب بتاعها، اذا كانت void او قيمه معينه، بس السيجنتشر مختلف. السيجنتشر اللي هو ايه؟ اللي هو اسم الميثود والارجيومنتس اللي هتاخدها،
تمام هنا اللي اتغير قيمه الاكس او مثلا عايز اخدها تاخد قيمه اكس وواي انت واي فهنا اتغير عدد الارجيومنت او اتغير ترتيب الارجيومنت هي دي الاوفرلود تمام نكمل كده عايزين كلاس تاني اسمه سبيد روبوت تمام اشتغل تمام هنبدا هنا كلاس اسمه سبيد روبوت نعمل نيو كلاس اسمه سبيد روبوت تمام بيعمل انهيرت اللي هي الاكستنس الروبوت نفسه تمام بعد كده فاريبل اسمه سبيد تمام سبيد وعايز زيرو ارجمنت كونستراكتور بابليك سبيد روبوت سبيد روبوت زيرو ارجمنت كده اهو والكلاس عنده one argument constructor برضو public speed robot تاخد one argument اللي هي ال int speed وهنساوي قيمة ال speed اللي فوق this speed يساوي speed ده كده one argument constructor بعد عندنا كده getter و setter لل speed alt insert getter بتاعت ال speed وبعد كده السيتر بتاعت السبيد Alt Insert السيتر بتاعتي السبيد برضو تمام ده جيت اكس وده سيت اكس دلوقتي عايز يعمل اوفررايد للميثود اللي اسمها موف نورث يزود بدل ما يزود قيمتها بواحد هيزود قيمتها بقيمه السبيد اللي عندي تمام هنديهم كده اهو move east هتزود لي هنزود قيمة ال x set x للقيمة اللي جاية بتاعت ال x get x زود عليها قيمة ال get x زود عليها قيمة ال speed تمام كده دي اول واحده بعد كده نعمل الثانيه موف نكمل بقى على الباقي موف نورث يبقى كده قيمه الواي هنزودها قيمه الواي نفسها هنزودها قيمة الـ speed وبعد كده move ايه تاني move south هنقلل قيمة الـ y قيمة الـ speed نفسها تمام وبعد كده الأخيرة move
request هاخد قيمة ال x نفسها دي وأقللها تمام دول الميثودز وعندي هنا التو سترينج بتاعتي هعملها برضو public string to string مش هتاخد حاجة وهروح منادي السوبر return super dot to string وازود عليها الحتة دي اللي هي and its speed is زائد قيمة الـ speed نفس الكلام اللي عملناه تمام بس هنعدي حته التست دي عشان الوقت بس تمام دلوقتي انا ينفع استخدم في السبيدو دلوقتي انا عملت اوبجكت اسمه سبيدو حلو ينفع استخدم فيه سبيدو دوت موف تو موف تو كانت روبوت يبقى ينفع استخدم تمام سبيدو ينفع استخدم الميك فيزبل ما ينفعش نفس السؤال والممبرز بتاعت السبيد روبوت هتبقى السبيد مع ال اسمه ده الميثودز بتاعتها والميثودز اللي فوق تمام دلوقتي اخر كلاس عايز كلاس اسمه فاريبل سبيد روبوت تمام ده هينهرت من السبيد روبوت مش من الروبوت نفسه تمام هعمل كده new class اسمه variable speed robot تمام ما فيهوش اي attribute zero argument constructor zero argument constructor tag تمام هاي inherit من ال speed robot extends speed robot تمام ده كده الكلاس بعد كده عايز move north وبتاخد speed نفس move north هناديها move north هتاخد قيمة الـ speed int speed تمام ده يعتبر ايه بقى؟ ده كده انا عندي الـ method اللي هي اسمها move north وحطيت لها variable يبقى انا كده عملت ايه؟ كده عملت overloading مش overriding خدتها وهحط لها قيمة تانية مختلفة اللي هو بيقول لي بتعمل ايه؟ أول حاجة بتزود قيمة الـ y بقيمة الـ speed اللي عندي move north هناخدها من هنا من الـ speed robot كده الميثودز كلها تسوي كده نحطها هنا بس كل واحدة بقى هتبقى بتاخد الـ speed int speed تاخد speed تانية
second speed. نفس الكلام دي وما فيش هنا اوفررايت عشان كده دي بقت ميثود اوفرلود. تمام تو سترينج بس بتاعه ماشي ما كانش عايز تو سترينج. دول اللي بعض كده اهو الميثودز اللي عندنا. اول حاجه عملنا الكونستراكتور بالميثود دي اسمها اوفرلودنج عشان انا كده غيرت السيجنتشر. السيجنتشر اللي هو اسم الفانكشن والارجيومنتس اللي هتاخدها عشان غيرتها من الكلاس اللي فوق يبقى كده اوفرلودنج مش اوفر رايت. تمام بالقيم اللي عندي انا كده ما غيرش اسم كده نفس الاسم بس الارجيومنت هي المختلفه. هي دي اسمها اوفرلودنج ان انا بدل ما كل شويه هعمل ميثود ثانيه اسمها موف نورث اس مثلا بدل ما اقعد اعمل ميثود ثانيه كتيره لا انا بستخدم نفس الميثود بنفس الاسم بس بال اسمه ده بالارجيومنت مختلفه. هي دي فكره اوفرلودنج ان انا ما اقعدش اعيد اسماء ميثود كتير مش هستفيد حاجه اكني بعيد لما كنت بعيد اكس واكس 1 واكس 2 والكلام ده على كل كلاس انا هعمله. تمام؟ دي هتزيد السرعه بقيمه السرعه انا هديها. قيمه سبيد انا هحطها كيوزر. بس انا هاخد الاكس من بالظبط من الكلاس اللي قبليها. اللي هو الكلاس اللي فوق فيها. تمام؟ فهو هنا ايه؟ هنا الفاريبل سبيد روبوت شايف الحاجات اللي في السبيد روبوت وشايف وبالتالي شايف الحاجات اللي في روبوت عشان ده بيكستند منه. تمام ده كده بالنسبه للحته دي فاريبل سبيد روبوت في سبيدو بزيرو اجن كونستراكتور هستخدم له تو سترينج. طب انا عندي سؤال الحين انا مش فاهم الفاريبل اللي بعملها بعملها كده ما هو على حسب الميثود دي هتبقى موجوده مع مين يعني. انا تمام قادر يتعامل مع الفاريبل ماشي هو قادر يتعامل مع الفاريبل عشان انت الميثود دي لما انا اجي اديها مثلا انت في اسمك والاي دي والكلام ده مش دي ميثود موجوده والاسمه ده والمعلومات دي المفروض برايفت في الجامعه هنا. تمام فانا اديت الميثود عشان يشوفها بتوع الادميشن فانا اديتها بس للادميشن على حسب الميثود دي انا هديها لمين. انا اديتها للادميشن عشان هو بس اللي يقدر يعمل جيت للقيم بتاعته. حتى الميثود اساسا مش مفتوح اي ايه؟ حتى اللي ما هو انا على حسب حد الميثود دي لمين ممكن ما اعرفش الميثود دي لمثلا لاي حد من اسمه ده الستودنتس الموجودين في الجامعه. هي الميثود على حسب هي مع مين. لو مع حد معين خلاص يبقى هي بس برايفت. هي برايفت عشان مش كل يعرفها والميثود نفسها بابليك عشان حد معين بس هو اللي يقدر ياكسس. تمام you know هنا variable speed robot dot move to ينفع اعملها استخدمها من ال speed robot بالظبط اقدر استخدمه عشان هو شايف ايه؟ شايف البيرنت بتاعه اول حاجه اللي هو السبيد روبوت وشايف البيرنت بتاع السبيد روبوت اللي هو الكلاس ده. تمام والممبرز بقى كلهم اللي هو بتاع فاريبل سبيد روبوت وبتاع السبيد روبوت وبتاع الروبوت. تمام دي كده الممبرز بتاع الكلاس فاريبل سبيد روبوت. بس كده احنا ان شاء الله كده خلصنا. في حد عنده أي أسئلة؟
تمام. انا عايز اشوف بس اقصد